السلام عليكم، معكم البقال عدا السابق والبطل العالمي والمدرب الحالي للعدا عبد اللطيف بقى، اللي راح يدخل ان شاء الله المنافسه يوم الثلاثاء ان شاء الله على الساعه 9 والربع صباحا بالتوقيت الجزائري. ان شاء الله رانا حضرنا، رانا في الليندروات الاخرى باش نكون في باش نكون باهب باش نديروا بور ريزيت ان شاء الله يوم الثلاثاء ونفرحوا للشعب الجزائري. انا نتمنى من كامل الجمهور الرياضي وكامل الشعب الجزائري يدعيوا لنا يوم الثلاثاء ويدعيوا كامل الديليغاسيون باش يديروا بور ريزيت. وحنا لهنا رانا لهنا، ما جيناش باش نحوسوا، جينا نحوسوا على الميداي وجايين لهنا باش نرفعوا العلم الجزائر ونسمعوا النشيد قسمنا عدة مرات، وهذا هو الهدف تاعنا. رانا في كونسنتراسيون توتال، ان شاء الله نديروا اللي جينا نديروه لهنا ونمثلوا الجزائر احسن تمثيل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.